هذا الدورة 31 ديال الماراثون الدولي لمدينة مراكش اللي غادي تعرفوا إن شاء الله مراكش هذا العرس الكبير الرياضي الكبير يوم 26 نهار الحد المقبل. هاي تكون دورة مهمة وعندها واحد عدد ديال المميزات عن سابقاتها. الأولى هو العدد ديال المشاركين اللي غادي يكون عدد كبير، غادي نحطم الرقم القياسي بحيث غادي نفوتوا 13,000 ديال العدائين، وهذا في الوقت اللي السنة اللي فات كان عندنا 11,000، معناه أنه غادي يتزاد 2,000. إلا بقينا مستمرين في هذه الوتيرة هادي غتكون عندنا 20,000 من هنا واحد 3 سنين 4 سنين إن شاء الله. وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للماراثون ديال مدينة مراكش وبالنسبة للماراثونات على الصعيد المغربي والمغرب العربي والإفريقي. فبالنسبة للعدائين الكبار هذا العام عندنا عدد كبير، قربنا ل 80 ديال العدائين الكبار، نص فيهم عنده ميزات ديال لي اف، يعني اللابيل ديال لي اف، اما برونزي او فضي او ذهبي. وهذا علاش هذا الشيء اخترنا هاد العدائين الكبار من هذا المستوى، لانه هذه السنه بغينا ان شاء الله نحصلوا حنايا على التميز لابيل ديال لي اف، يعني المنظمه الدوليه العاب القوى، باش تكون عندنا ان شاء الله هاد الميزه ديال البرونز، لان خصنا نبداو بالبرونز هو الاول. وهي تكون عندنا هاد الميزه بشكل احادي، لانه احنا الوحيدين اللي غادي نكونوا بالنسبه للمغرب العربي اللي غادي تكون عنده هاد الميزه هادي. ولهذا غادي يكونوا واحد العدد كبير ديال المراقبين والخبراء اللي غادي يجيو من الليايف باش يتبعوا التنظيم ديالنا، لا من ناحيه ديال التنظيم ولا من ناحيه ديال الامنيه ولا من ناحيه ديال الصحيه ولا من ناحيه ديال تلوث الجو. ولهذا كنبغي ندير واحد النداء بالنسبه للمراكشيين والزوار ديال مدينه مراكش، باش ان شاء الله يوم الاحد على الاقل في الصباح ما يستعملوش السيارات ديالهم، باش يوفروا جو ملائم نقي للعدائين، وباش في نفس الوقت ما يكونش عندهم ازعاج، لان واحد العدد ديال الطرقات غتكون مسدوده. فكنتمناو المراكشيين يجيو يعيشوا معنا هذاك النهار بدون سيارات ولا موتورات، يجيو يعيشوا معنا هذا العرس الكبير اللي كتعرفوا ولا يعرفوا مدينه مراكش ان شاء الله.